إذن هلا رح نحكي عن فيزر دايجرامز. إن أسينكرونس ماشين حكينا هي حطينا المعادلتين الأساسيات تبعون الجنريتر تبعون الموتور. رح أرسم بس واحدة من الـ من الـ من الستيترز تبعت الموتور أو الجنريتر. خلينا ناخذ أول شيء الجنريتر. فهذا عندي هون إي إيه. أفترض إنه عندي هون لود، هذا اللود كله جمعته وسميته زد لود. هذا عندي آي إيه راح يكون في حالة الجنريتر. عندي هون آر إيه وهون سينكرونس رياكتنس جي إكس. هلا راح أطلع على حالات، ثلاث حالات مختلفة. هذا عندي بي فاين، هذا هو اللي بشوفه المستهلك. مظبوط، هذا الفولتج بشوفه المستهلك، مش هذا. هذا الفولتج بشوفه المستهلك وفي كرنت رايح. خليني افترض ثلاث حالات لللود لزد ال. خليني افترض انه زد ال اول شيء ريزيستيف. ايش يعني ريزيستيف؟ قديش الباور فاكتور؟ قديش الباور فاكتور بيكون بحاله ريزيستيف؟ لا واحد. باور فاكتور واحد، الزاويه بين الكرنت والفولتج زيرو. ريزيستيف عندي بعدين ممكن افترض انه الكرنت لاقي، وبعدين افترض انه الكرنت leading، يعني leading the voltage. خلينا نطلع على الثلاث حالات هذول. حتى نعمل هيك رح نرسم شيء اسمه الفيزر دايجرام. الكل متذكر شو الفيزر دايجرام؟ اذا خلينا نعمل هون هيك. انا رح افترض انه هذه هي في فاي. انا فرضت انه في فاي هي زاويتها زيرو. انت ما في مشكله، الفيزر دايجرام كله ممكن احركه، بس المهم انه بالنسبه لبعض تكون زاويتهم صحيحه. انا فرضت انه في فاي ايش زاويتها؟ زيرو. هلا رح نطلع هون في عندي كرنت، في كرنت بمر ب اكس اس، بس في ايش هون؟ جي. شو بتمثل الجي على الفيزر دايجرام؟ 90 درجة، روتيشن 90 درجة، كلوك وايز ولا كاونتر كلوك وايز؟ كاونتر كلوك وايز. إذا الجي تمثل 90 درجة كاونتر كلوك وايز. وفي عندي ار اي، طيب ار اي شو بتمثل زاويتها بالنسبة للفي؟ ان فيز، تمام، ان فيز. إذا لو جيت هلا افترضت أول شيء إنه اللود هون حالة اللود ريزيستيف، يعني اي اي وين؟ هون. هل بصير اجمع اي اي مع في فاي؟ لا، ما بجمع كرنت مع فولتج، بجمع فولتج مع فولتج. اذا اي اي لما بضربه في ار اي وين راح يكون اتجاهه؟ اتجاه ال حيكون هي اي اي ار اي، مضبوط؟ راح تتجاهه هيك. طيب واي اي لما بضربه في جي اكس اس وين راح يكون اتجاه الفولتج؟ 90 هي اي اي اكس اس. مش ضروري احط الجي لانه انا اصلا لفيته ب 90 درجه، طوله يعني طوله رح يكون اي اي اكس اس. هلا هدول لو اخذتهم، هلا طلع معادله الجنريتر. اذا طلعنا معادله الجنريتر شو بقول لي اي اي بيساوي؟ في فاي زائد ولا ناقص هدول الاثنين؟ زائد. اذا هدول بدي اجمعهم، بجمعهم زي ما بجمع ايش؟ فيكتورز. اذا راح اخذ اي اي ار اي، اي اي ار اي راح اجمعهم هون، ولاحظوا انه ان فيز مع في فاي زي ما بنتوقع، انه اي اي ان فيز مع في فاي. وبعدين ايش عندي كمان؟ اي اي اكس اس، ما راح احط عليها جي لانه هي لافه اصلا 90 درجه. وين صار اي اي؟ اللي هو لاحظوا في زاويه ما بين اي اي وفي فاين، مضبوط؟ في زاويه ما بين هذول الاثنين. وهون بالحاله هاي، بهاي الحاله واضح انه اي اي اكبر من في فاين، مضبوط؟ لو متوقع مش متوقع. طبعا مش شرط، هلا رح نشوف حاله مختلفه، بس بهاي الحاله اي اي كفاليو اكبر من في فاي، والكرنت عماله بيمشي في هذا الاتجاه. هاي الحاله الاولى، هذا لما اللود يكون ريزيستيف او ان فيز يونيتي باور فاكتور. هلا لو كان عندي الكرنت لاقي الفولتج، يعني اللود هون لاقي، هلا معظم التطبيقات الصناعيه معظم هذا رح يكون لاقي، اقل رح تكون ليدنج. فخلينا نشوف بالحاله هاي شو بصير عندي. رح امحي هاي وراح امحي هاي. اذا كانه هذا اللود لاقي، ايش راح تكون علاقه اي اي بفي فاي؟ اذا لاقي وين راح يكون اي اي؟ تحت. هي اي اي. اذا اي اي ار اي وين راح يكون اتجاهه؟ اي اي ار اي اتجاه مين راح يكون؟ اتجاه اي اي. اذا خلينا افترض انه هذا طوله وهذا اي اي ار اي. طيب واتجاه اي اي اكس اس وين راح يكون؟ 90 درجه كيف؟ فراح يكون بهذا الاتجاه.
إذا رح أخذ هاي القطعة أول شيء أجمعها هون وبعدين إيش رح أعمل؟ 90 درجة الـ وين هي؟ بالسيئة أكبر شو بنستنتج اول شيء قبل ما اكمل شو بنستنتج من هدول الحالتين الحاله السابقه وين اطول هي كانت هون ولا بحاله الريزستنت حاله اللاجين شو يعني شو لازم اعمل انا كشركه انا ايش هدفي من تزويدي للناس شو لازم اعمل بقدرش اغير راي الار اي موجوده في المحرك مظبوط كلمه لو بقدر اتخلص من ار اي واكسس ممكن بس هذا ما بقدر اعمله شو بقدر اعمل انا الان انا اجيت لهال وبديت اشغل وجدت انه شوي عمله بزيد اللود عمله بصير لاجين اكثر شو بقدر اعمل انا صاحب الشركه ايش لازم اعمل علي صوتك بقدرش اجبره الان هلا انت هلا بدك تعمل شيء لا بدك تعمل شيء لو ايه نعم احسنت يا عمر برفع ايه كيف بغير ايه كيف بدي اغير قيمه ايه حكينا عليها قبل شوي كيف بغير ايه الفلكس تمام السرعه ما بقدر اغيرها لو غيرت السرعه شو بصير تمام اذا زدت السرعه بزيد ايه بس بخرب ايش الفريكوانسي اذا ايش بزيد الفلكس لازم انا اعطيه نطيعه اسمه السلامه ايش رايكم والله في حاجه ما لهاش كل علامه هذا علامه نعطيه خلص علامه طيب اذا احنا اللي بنعمله الان هون باجي على هاي المقاومة المتغيرة متذكرينها اللي كانت R external تبعت الفيلد هذا constant VDC وبنزل قيمتها لما بنزل قيمتها بزيد الكرنت لما بزيد الكرنت شو بيصير بيه بزيد طوله بيقدر يحافظ على V phi constant طيب نشوف الحالة الثالثة الآن إذا نلاقي إذا وجدنا خلينا نطلع على الليدنج الآن شو بيصير هلا تطلع رح تشوفوا إشي غريب في الليدنج وين راح يكون الكرنت الان في حاله الليدنج؟ هذا اذا كان عندي ليدنج، احنا بنقول انه احتمال ضعيف اني اطلع على الشبكه الوطنيه او اللود في هذا ولا انه ليدنج. لكن لو فرضنا انه ليدنج، وين بيكون الكرنت؟ فوق اذا الكرنت راح يكون هيك هون مضبوط؟ طيب اي اي ار اي وين راح يصير اتجاهها؟ هيك اي اي ار اي وين راح يصير عندي؟ اذا خليني اخذها واحطها هون وين راح يصير عندي اي اي اكس اس؟ وين هي؟ شو صارت هي؟ أصغر ممكن أوصل مرحلة هي تكون أصغر من؟ في 5 إي أصغر من في 5 بس الكرنت من وين عم يمشي؟ بهذا الاتجاه، هذه غريبة بنسميها كاونتر انتيوتيف يعني مخالفة للمنطق بس صحيحة بتصير لما يكون اللود بس احتمال ضعيف إنه يكون اللود إيش؟ إيش احنا فرضنا اللود؟ الليدنج ضعيف جدا اللود، شو الليدنج لودز ممكن تكون؟ إذا عندي كاباسترز احتمال ضعيف يكون عندي كاباسترز. بالعكس الاحتمال الأكبر في معظم الشبكة شو يكون عندي؟ اندكتيف لودز، يعني معظم المضخات الموجودة في البيوت والهاي كلها اندكتيف لودز، غالبا اندكتيف لود. الفلوريسنت لامبس اللي فيش فيها كاباسترز عشان الامبروفمنت راح تكون تبين كمان اندكتيف، فكثير لودز بتبين اندكتيف، هذا احتمال ضعيف، لكن إذا حصل شو بين عندي هون؟ اي اي كماجنتيود كطول اي اي صارت اقل طول من في 5 لكن رغم ذلك الكرنت عم بيمشي من هذا الاتجاه لهذا الاتجاه بس شفتوا الان اهميه اذا انا مين اصعب حاله عندي بالتوليد؟ لا اصعب حاله لاجنج لانه باللاجنج شو اضطريت اعمل في اي اي؟ بدي اكبر اي اي بدي اضطر اكبر اي اي طبعا انا بضل اغيرها باستمرار عشان تضل هي كونستنت في كونستنت والفريكونسي كونستنت الفريكونسي لازم اضل اتابع ايش حتى اطلع الفريكونسي كونستنت السرعه فالجاز تيرباين اللي عندي بدي اتاكد انه سرعته دائما بتضل اذا كانه جاز تايم بتضل سرعته بيكون عندي لو كلوز لوب كنترول سيستم لكن بدي اراقب كمان الفولتج الفولتج اذا تغير شو بدي اعدل بدي اعدل ايه وايه بعدلها بالحاله هاي عن طريق ايش عن تغيير الاكسايتيشن